إجابة الدعوة مستحبة، إلا دعوة العرس فهي واجبة بشروط ستة: أن يكون الداعي مسلما، أن لا يكون في مكان الدعوة منكر إلا إذا أمكن من تغيير المنكر يجيب من أجل تغيير المنكر وإجابة الدعوة، ألا تتضمن إجابة الدعوة إضاعة ما هو أوجب منها، كأن مثلا يتأخر في السهر كما هو الحال في كثير من الدعوات في هذه الأيام، دعوات العرس، وأدى هذا إلى ترك صلاة الفجر، وألا تتضمن إجابة الدعوة ضررا على المجيب كمفارقة أهل والسفر مثلا، وكذلك ألا يكون كسب الداعي كله حراما. أما إذا كان كسب الداعي بعضه حلال وبعضه حرام، فهنا قد تكون هناك كراهة تضعف وتقوى بحسب المال الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود هم أكثر الناس أكلا للربا.